بسم الله الرحمن الرحيم. نحب في بداية التدخل متاع اليوم أشكر كل النواب اللي أصروا على عقد هذه الجلسة العامة، لأنها مش مجرد جلسة عامة عادية، هو رهان كسبه النواب المتمسكون بالمسار الانتقال الديمقراطي العادي. أهنئهم وأطالبهم بالاستمرار في عدم الرذوخ لأي محاولة لتهميش هذه السلطة الأصلية، وأشكرهم على موقفهم هذه، وإن شاء الله الأحزاب اللي تمثلهم تقتدي بما فعله النواب المتمسكون بالمسار بتاع الانتقال الديمقراطي العادي. النقطة الثانية نحب نأكد عليها هو ضرورة مش نكتفي بأنه مكتب المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم. اليوم بين بالكشف أنه من الضروري اعتبار الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم، وعدم ضرورة العودة إلى مكتب المجلس لعقد جلسة عامة، وإنما تنعقد استثنائيا كلما قررت الأغلبية المطلقة عقد مثل هذه الجلسات العامة لسد الطريق عن كل من يحاول فرض إرادته على النواب وعلى الشعب بأكمله. النقطة الثالثة، نعلن إدانتنا في تيار المحبة للمحاولة الثانية على التوالي اللي يقوم بها سيد مصطفى بن جعفر لتهميش المجلس الوطني التأسيسي، ونعبر عن رأيي صراحة أني بالنسبة لي من اليوم لا أعتبره رئيسا لهذا المجلس ولا يمثل لي، بل فقط قاعد يدير في الحوار إلى أن يتم عزله إن شاء الله. ما يطالب برئيس حكومة محايد ورئيس محايد، أعتقد اليوم من الضرورة أن يكون رئيس مجلس بعيد عن الأحزاب وليكون من المستقلين. برب فيما يخصوص هذا الحوار الوطني أو محاولة الاستحمار الجماعي للشعب التونسي من طرف رباعي القائد نتاع الانقلاب المدني اللي قاعد يصير هذه الأيام في تونس، نقولها بوضوح أن ما نسمع إليه في عديد من وسائل الإعلام أن النواب هذ متمسكين بالكراسي ومتمسكين بالمنح إلى غيره من هذه، خلينا نقولها بكل وضوح أنه مش يكون من أهم نتائج هذا الحوار الوطني هو خلق فترة انتقالية ثالثة. دونك هذه الأحزاب الخائفة من مواجهة الشعب التونسي هي من تتمسك بالحكم بالوكالة. وبالنسبة لنا في طيار محبة، ونتمنى يكون الموقف هذا واضح من كل النواب المتمسكون بالشرعية، نطالب بعقد الانتخابات في أجل أقصاه 6 أشهر عن تكوين الهيئة المستقلة للانتخابات، باش نكون واضحين وفي انتظار ظهور نتائج الانتخابات. من الواضح أن من هو متمسك بالمصالح بالوكالة بدون إرادة شعبية حقيقية هم النواب المنسحبون من هذا المجلس وهذا الرباعي القائد لهذا الانقلاب المدني. ثم فيما يخص قرارات هذا الحوار، أنا نطالب أن كل قرارات هذا الحوار لابد أن تعرض فصلا فصلا للمصادقة عليها في هذا المجلس قبل أن يوقع عليها رؤساء الأحزاب أو ممثلي الأحزاب. إبان الثورة الفرنسية صارت أزمات سياسية عديدة. في دولة القانون في البرلمان الفرنسي كان حلين المشكل دائما أنه والنخب الموجود في البرلمان في ذلك الوقت كانت تقول للسياسيين لنا قانوننا الذي يؤطرنا ويؤطركم ويؤطر سياستنا وسياستكم، وعليه لا خير فينا إن لم نحترم القانون ونطبقه. كلامنا هذا له أصل في كلام جون جاك روسو، في كلام جون جاك روسو اللي أسس لنظرية الدولة الحديثة الدولة المدنية فيما قلت الفو ريسبكتي للوا سبونتانيمو، اللي قاعد يجري في هذا الحوار الوطني خرق للنظام الداخلي، أنه ناس ماهيش منتخبة، لأنه كل القوانين والمسار تاع الانتقال الديمقراطي عادي يمرروا هنا في المجلس الوطني التأسيسي. لهذا نأكدوا على ضرورة أن كل الفصول مش تعتبر قانونية قبل ما يوقع عليها رؤساء الأحزاب وممثلي الأحزاب، عليها أولا أن تعرض في هذا المجلس الوطني مش تكون قانونية. وهنا نسأل وين خبراء القانون، وين المحكمة الإدارية لتوقف مثل هذه المهازل. كذلك أوريو الفقيه في القانون السوري يقول في ظل الدكتاتورية لا يمكن أن ينمو أي شيء.
من الواضح أن يراد أن تكون هناك دكتاتورية جديدة في تونس، دكتاتورية هذا الرباعي المنقلب على الإرادة الشعبية. اليوم نعاني في تونس من دكتاتورية أقلية رفضها الشعب وتحاول بكل الوسائل الغير أخلاقية فرض إرادتها على ممثل الشعب وعلى الشعب أكمله. لهذا نطالب النواب المتمسكين بالشرعية باش يفهموا الدور التاريخي اللي عليهم لهم اليوم للتصدي لكل هالمخططات الانقلابية. شكرا سيد الرئيس. بارك الله فيك. انت يا محال روحت علينا وخرجتنا شوية من جو المشحون متاع السياسة ورجعت بينا الروسو والتاريخ، يعطيك صحة. وانا مش نكون متناغم معاك، مش نرجع بيك المحيطنا العربي الاسلامي. بشار بن برد هو كان صليت اللسان، عاد كان يهجو الناس، الناس تخلقوا منهم شيء وشكوا به البرد والده، قالوا له راه بشار صليت اللسان. عاد سي والده قال لهم ليس على الأعمى حرج، فقالوا فقه برد أغيض لنا من شعر بشار. وشيء يذكر. نمر السيدي، يعطيك الصحة.